سألني أحد الزملاء في العمل عن صحة الحديث، هذا نصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، فما صحة هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز للإنسان أن ينشره بين الناس لا بالكتابة ولا بالقول، إلا إذا كان الحديث مشهورا بين الناس وأراد أن يتكلم ويبين أنه موضوع فهذا طيب، وأما إذا لم يكن مشهورا بين الناس فالإعراض عنه أولى حتى لا ينتشر بين الناس وهو ليس صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.